المفوضية الفاشلة، يعني هاي مفوضية فاشلة اللي في بغداد، ها طبعا، التي يعني سعت إلى تحقيق إنجاز كبير اللي هو طردوا 5 6 وهم الفاسدين بقوا، طردوا 4 5 فقراء أبو الأردن أبو تركيا طردوهم والفاسدين بقوا، وخلوا أبو نينوى اللي كان تزوير نينوى 100% وخلوه موجود، الرجال يعني موجود ما أدري دفع أكثر. فهسه احنا راح نسال المواطنين رايهم بقرارة المفوضيه، هاي المفوضيه التعبانه اللي تلاعبت باصوات العراقيين، رايك بها المفوضيه؟ والله كلهم حراميه، كلهم زورجيه. اي والله بنينه صار تزوير ولا ما صار تزوير؟ صار تزوير، ليش ما صار؟ والله كل محاوله صار تزوير. ليش ما قالوا مدير المفوضيه؟ ليش ما قالوا مال بنينه؟ والله عاد هم بكيفهم. اي والله اي كلهم حراميه، والله كلهم يزورون بيديهم. زين ترى انتخابات؟ أني لا ما رحت والله، ولا وصلت. ولا وصلت. والله لأن كله تزوير. إي والله. حاسبها لي قدام. قبل كله تزوير، كاملين محضرين كاملة. شاركت بالانتخابات؟ نعم، نعم شاركت بالانتخابات. شفت التزوير؟ نعم، التزوير والله شفناه شوف عيوننا، نعم. وين بأي مكان؟ والله يا عندك صار تزوير كذي عندك باليرموك. منطقتنا باليرموك صار تزوير. علني الله وكيل. قدام عينك؟ إي والله. والله المسألة قدام عينك، بس احنا مع الأسف نريد البشر اللي يخدمنا ويخدم هالبلد وهالعالم التعبان. هاي المفوضية اللي صار بوقت التزوير تقبل يبقون؟ نعم المفوضية صارت بزمن التزوير تقبل يبقون؟ لا والله، والله بالعكس، والله هي المفروض أبو التزوير هيك والله ما يبغى يوم واحد، وحرام يخدم البلد ساعة واحدة. زين مو كلهم شيلهم شلع قلع؟ اي والله، والله شلع قلع. بس والله كلهم دول جماعة التزوير وجماعة المفوضية. نعم جماعة المفوضية. زين انت رايك بالانتخابات؟ والله انتخابات فاشلة وهاي الشعب تعبان، قالت الانتخابات وحجت الانتخابات وكل شيء ماكو. زين صار تزوير بنينوى ولا ما صار؟ التزوير موجود بكل مكان. لا بنينوى صار تزوير ولا؟ طبعا صار تزوير، طبعا صار تزوير. شاركت بالانتخابات؟ انا شاركت بالانتخابات بس ندمان والله يعني بصراحة. زين انت شفت التزوير بمنطقتك؟ ما شفت انا قدام عيني، بس مبينه يعني واضحه هي تزوير، يعني واضحه يعني اليوم صار لنا شقد من انتخبنا لحد هذا اليوم ماكو يعني اي خبر. المفوضيه اللي يصير زمنها تزوير غير نشيلها؟ طبعا لازم نشيلها. مو باقين؟ ما الامر ما يعني بس بيد الله سبحانه وتعالى، هو يغير الحال على هاي الناس اللي تحكم، يعني ما صعبه. المفوضيه والله رايي العراق كله من فوق لجوا كله فساد في فساد، يعني مو بس المفوضيه البلد كله تعبان. نينوى صار تزوير ولا ما صار؟ شيء اكيد صار بكل المحافظات صار. لا انت نينوى انت كونك من المنصب. والله صار، ليش ما صار؟ صار غير يقيلون المدير لو يخلوه يبقوا؟ والله يا ابو المسؤولين قلت له كله فساد البلد من اكبر واحد ليصغر واحد. هسه انت مدير مدرسه طلع فاسد، غير انت تشيله لو تبقيه؟ لا اشيله طبعا. زين يعني مدير مفوضيه نينوى بقى؟ والله مسؤولين هم مدرسه.